محطتنا التالية يا سالي رح نبتعد فيها عن ما رح نبتعد فيها عن المشهد الثقافي، ورح نقرب من عالم الكتاب والإبداع السوري يلي سجل حضوره في المحافل الدولية والعالمية مع الناقد الأدبي والباحث في التراث العربي الدكتور عادل الفريجاتي. سعد صباحك. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا فيك دكتور عادل. يعني رح نبدأ بالنقد في النقد السرد العربي اللي هو كان يعني حديثنا عن كتابك اللي صدر مؤخرا في نقد السرد العربي. خلينا نحكي عن هذا الكتاب المهم جدا. بكل سرور. هذا الكتاب يحتوي على دراسة نقدية وتحليلية ل21 أثرا فنيا سرديا عربيا موزعة على عدة أقطار عربية، طبعا سوريا بالدرجة الأولى، مصر، الجزائر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان إلى آخره. وفيه دراسة يعني لأشكال متنوعة من الرواية العربية، مثل الرواية التسجيلية، الرواية التاريخية، الرواية ذات الطابع الرمزي، رواية السيرة الذاتية إلى آخره. وهو ثمرة جهد يعني مستمر على لسنوات. طبعا الروايات تم اختيارها بدون تحكم. نعم. لها صفة عشوائية نسبيا لأنه تكون أقدر على التمثيل من أن نتحكم في اختيار هذا النص دون ذاك النص. طبعا هو جهد بالنهاية متواضع لكن يسهم إلى حد ما بتكامل نقد السرد العربي. في نقد السرد العربي تقديم صورة بانورامية عن الهواجز المتباينة لمجموعة من الروائيين العرب. فخلينا نحكي أنه هذا الكتاب ترجم إلى اللغة الفارسية. اللغة الفارسية؟ لا، ليس هذا الكتاب. ليس الفارسية. الكتاب الذي ترجم إلى اللغة الفارسية. نعم، هو في نقد السرد العربي هو ترجم يعني. لا لا. لسه ما ترجم لأنه لسه هو صادر 6 أشهر ولا تم. من 6 أشهر. من 6 أشهر. الكتاب نعم. الذي هواجس ناقد أيضا هذا. سمحي لي قليلا. تفضل. الكتاب الذي ترجم إلى الفارسية وهو كتاب النقد التطبيقي للقصة القصيرة في سوريا. وحازت فيه شابة إيرانية درجة الماجستير. هو كتاب صدر عن اتحاد الكتاب العرب في العام 2002. هذا الكتاب إلى الآن لم يعرف كثيرا، هو منذ 6 أشهر، أما ذاك الكتاب مطبوع في 2002. نعم، يمكن المجموعة مجموعة كبيرة من الكتب. مجموعة كبيرة يمكن منضيع فيها. لا لا لا، منضيع فيها ما شاء الله موسوعة حضرتك. لا أرجوك، هو 21 كتاب، هناك من ألف أكثر مني طبعا. أكيد، ولكن يمكن شامل ثمرة. تفضل. هلأ طيب نأخذ الكتاب الشعراء الجاهليون الأوائل. بنعرف نحن أنت بديت فيه بعام 1994 بيروت أول ما تم نشره، ورجعت عام 2008 رجعت نشرته. ممكن تحكي لنا أهمية الكتاب الشعراء الجاهليون الأوائل؟ نعم، هو هذا الكتاب الحقيقة يقال أنه كل إنسان له درة التاج في مؤلفاته. هذا كتاب العمر، طبع في دار المشرق، هو أطروحة الدكتوراه في العام 1994، ثم نفذ وأعيد طبعه مرة أخرى في العام 2008، وصادف ترحابا كبيرا في عند أساتذة الجامعات في المغرب العربي، في الخليج العربي، وربما في بلاد الشام أيضا، حتى أنه أحد الدكاترة السوريين في جامعة ليل بفرنسا يدرس هذا الكتاب لطلبة اللغة العربية في جامعة ليل. نعم. وهذا بالنسبة لي يعني الحقيقة شرف كبير يعني. أكيد. والطالب الذي درسه الآن دكتور، هو كان من أحد طلابنا في جامعة دمشق، هو الدكتور إبراهيم العاقل. كتبت الكتاب دكتور بعد دراستك للشعر الجاهلي بشكل موسع وكبير، مشان هيك له أهمية كبيرة هذا الكتاب. وطيب هل لهذا الكتاب ترجم أو إلى لغات ولا لا؟ لا لا لا، بحدود معرفتي لم يترجم إلى الآن. لا. نعم، يعني حكينا يمكن اللغة العربية هي من أصعب اللغات يلي بلاد الغرب بيقولوا أنه اللغة العربية صعبة بشوفوها، ولكن هي لغة رزينة، لغة جميلة. أكيد. لمن يعشقها. نعم. أكيد دائما. كنا عم نحكي تحت الهواء نحن وياك دكتور عادل عن غلاف أو الصورة اللي على هواجس ناقد، هيدا الصورة يلي حضر
حضرتك صورتها من معهد، من ساحة معهد العالم العربي بباريس. نعم بباريس، وخليتها هي صورة غلاف الكتاب. صورة غلاف لكتابك، حبيتها لهيدي الصورة، حسيت فيها الشيء حتى طبعا يعني ما دفعني لتصوير هذه اللوحة اللي موجودة في ساحة معهد العالم العربي. نعم. هو العبارة الموجودة ومكتوبة بحرفية بتفنن بالخط العربي. العبارة. العبارة هي سلطان العلم دائم البقاء. سلطان. أعجبتني هذه العبارة. نعم. ومكتوبة بتفنن، هناك شيء اسمه الحروفية العربية، فنانين، هناك فنانون تشكيليون يتفنون في كتابة الخط العربي، وهذا أيضا يزيد جمال. وفي قد بيتصوروا السياح هناك؟ او سوري، مو بس السياح، سياح اكيد السياح في موجود بباريس، واهالي المنطقه يعني قديش بيحبوا هيك، بحسوا انه شيء غريب يتصور. طبعا هو معهد العالم العربي يرتده كثير من الناس، طبعا عرب من شمال افريقيا ومن بلاد الشام، واناس مستعربين او يحبون اللغه العربيه. نعم. هلا شو هو الدور اللي ممكن يؤديه الناقد؟ الناقد له دور فعال جدا. الناقد يضيء الأثر، يوجه المبدعين، يرسم لهم خطوط، ويمكن أيضا أن يشيد بإنجازاتهم إذا كان لها يعني في شيء من الجدة والدهشة. وبالحقيقة كثير من الكتاب العظام هم للنقاد دور كبير بعظمتهم، بالهالة التي تحيط بهم، وهنا الأمثلة كثيرة جدا. فنجيب محفوظ سلام موسى هو من قال له أنت كاتب عظيم. مارون عبود هو من قال مثلا نزار قباني أنت شاعر يا نزار، كيفيك أن تكون شاعر فقط هذه الكلمة. حتى نزار قدر هذا الكلام وقال له من حسن حظنا أننا نعيش في زمن مارون عبود. والأمثلة كثيرة. نعم. يوسف مثلا بشر و أثنى جدا على الشاعر عبد القادر الحصني. الأمثلة كثيرة في دور النقاد في تحديد شخصية الكاتب، في رسم توجهات، في الإيحاء بكتابات أو إبداعات جديدة. نعم، يعني دائما وقت كنا هيك بالمدرسة ونسمع قصائد ونشوف، وقت كانت معلمة اللغة العربية تعطينا القصائد، كان في شعراء يخافوا من ضياع اللغة العربية وتشتتها بأيام معينة، الجاهلية وغيرها، ونحن أيضا كنا بحرب قوية على سوريا، وأيضا كنا عم نكثف النشاطات الثقافية لمنع مثل وصولهم لهدف تشويه الصورة للغة العربية. من زمان ولحد الآن نحن نسعى للمحافظة على هذه اللغة اللي بتمتلك ما لم تمتلكه أي لغة في العالم. يا سيدتي، لا خوف على اللغة العربية. اللغة العربية هي لغة عبقرية، لغة عظيمة جدا، أنا أعشقها. نعم. كما يعشق الحبيب حبيبته، وهي عمرها مديد. نعم. وأيضا تختزن وتكتنز مجموعة هائلة من المؤلفات. كثير من يعرف أن لدينا من المخطوطات المكتوبة باللغة العربية حوالي 4 ملايين مخطوط. نعم. منتشرة في كثير من أنحاء العالم، وهذا إرث أكاد أجزم أنه ربما يندر أن يوجد في أي لغة في العالم، فلا خوف عليه إطلاقا. وهناك من يسهر عليها ويشجعها، مجامع اللغة العربية تسهر على سلامتها وعلى تبشير بها وعلى تمكينها. نعم. وعندنا أيضا هناك مؤسسة لتمكين أو نشاط هام جدا لتمكين اللغة العربية. نعم. فلا خوف عليه إطلاقا. نعم. طيب كيف بيكون تفاعل الطلاب الأجانب في تعلم اللغة العربية؟ والله هناك إقبال، لأنه يعني العرب طبعا شيئا فشيئا يحتلون مكان ما، أو ربما يستهدفون من أعدائهم. فالأعداء والأصدقاء يحبون معرفة اللغة العربية ليعرفوا ما هي طبيعة المجتمع العربي، كيف يفكر، ما هي أولوياته، ما هي المعطيات التي لديه، ما هو تاريخه، هذا كله يبنى عليه. في فرنسا مثلا حوالي 800 أستاذ يدرس اللغة العربية بصورة عامة، وكثير من الجامعات في أقسام اللغة العربية، بدأ من السربون. هناك أساتذة في بلادنا تخرجوا من السربون قبل أن يصبح لدينا دراسات عليا. هناك مستشرقون يعنون باللغة العربية كثيرون جدا، وأيضا
كثير منهم من اهتم بكنوز تراثنا لم نكن ننتبه إليها نحن، مثل ألف ليلة وليلة، مثل كتب أخرى كثيرة. من لفت إليه الانتباه هم المستشرقون الذين اهتموا باللغة العربية وترجموا العربية إلى اللغات الأخرى. نعم، يعني دكتور إذا بتلاحظ أيضا قبل الحرب على سوريا كان يجينا مثل وفود وطلاب خاصة لدراسة اللغة العربية عنا، يجوا خصوصي ليتعلموا اللغة العربية، وأيضا كانوا يفوتوا بشغلات يمكن طلابنا لسه ما نفايت فيها من حبهم وشغفهم لتعلم اللغة العربية اللي هي لغة جميلة بخطة بتعابيرها. أيضا هناك تعابير يمكن من أيام الجاهلية يمكن مثل العبرات، خلينا نقول الدموع كانت مثل شغلات تانية كانت هيك تستحوذ على نفسنا من جوا. قديش جميلة اللغة العربية وأنت بتعشقها مثل ما بتعشق حبيبتك، فقديش دائما عندك حب للكتابة، عندك حب للاطلاع أيضا. تفضل. أكيد أكيد، ما ذكرتي هو صحيح 100%، وعندنا كنوز من البلاغة وكتب كاملة عن عبقرية اللغة العربية. يعني تصوري أضرب مثال على عبقريتها، يعني خذي مثال كنت أضربه فيه على طلابي في الجامعة. مثلا دقة يدق يعني يصدر صوتا، تماما، أما دقة يدق يصبح دقيقا. تصوري تغيير هذه الحركة على حرف الدال يغير المعنى، يغير المعنى. ثم هناك المشتقات الهائلة الكبيرة في لغتنا، وهذا غير موجود في كل لغات العالم حسب ما نعرف ممن يعرفون أكثر من اللغة، يعني هم مندهشون من هذه اللغة. فحتى أنه طبعا يذهب الظن إلى القول أنها هي لغة آدم في الجنة، طبعا بس هذا كلام صعب إثباته، نحن بالعلم نريد أن نثبت، لكن لشدة عشق الناس للغة يعتقدون هي لغة آدم في الجنة. فيها أعجاز طبعا، وهي لغة صعبة بالمناسبة، لكن من يتقنها يعشقها فعلا. تمام. على مستواك أنت دكتور شخصيا وتراثيا ونقديا إلى أي أفق تتطلع؟ طبعا أنا يعني ساهمت نسبيا بحدود إمكاناتي في تنشيط النقد الأدبي إلى حد ما، طبعا أنا وزملاء لست أنا، وفي خدمة التراث العربي. بالمناسبة أنا اشتغلت بالتراث وهو تراث عظيم جدا، يعني يرفع الرأس. أو إذا سمحتوا لي أن أشير إلى كتاب، أكيد تفضل. كتاب أصدرته منذ فترة اسمه الدعوات والفصول، هذا بعد الكتاب اللي أصدر من ستة أشهر. نعم، بعده. نعم، هذا صدر أول طبعة له 2005 ونفد، وطبعته طبعة ثانية بدمشق وطبعة ثالثة في الجزائر، هذه طبعة الجزائر. وهذا الكتاب فيه كشف، يعني كانت الصفحة الأولى منه، الورقة الأولى منزوعة ضائعة، فأحد العابثين كتب أنه اسمه تحفة الظرف وفاكهة اللطفة والمالبي، وبعد التدقيق والبحث تبين أنه اسمه الدعوات الفصول للواحد وليس للثعالبي، وهذا الحقيقة إنجاز، يعني بكل تواضع أقول. وهو كتاب طبعا ينتمي إلى الثقافة العربية بالمناسبة، أي موضوع فيه عدة موضوعات، الموضوع يعالج من زاوية ماذا جاء فيه في القرآن الكريم، ماذا جاء في الحديث الشريف، ماذا جاء في الأشعار، في القصص والحكايات. نعم. كتاب طابعه أدبي ومسلي وجميل ومشوق. نعم، دائما في أدوار معينة لكل شخص وخاصة للمثقف العربي دور كبير في نشر الثقافة للبلدان الأخرى اللي بتجهل الثقافة والحضارة. الإعلام المضلل كتير حاول يشوه صورة اللغة العربية وحتى العرب بشكل عام، ولكن من يمتلك حروف ولغة بهذا الجمال هو مهد الحضارة. ما هو دور المثقف العربي؟ دور المثقف دور قوي جدا وكبير. طبعا هو المثقف يعمل على الاستراتيجيات، على الثوابت أكثر ما يعمل على الأشياء اليومية. نعم. علما أن الشيء اليومي مهم، فإذا كان يعني احترم دوره فهو لابد أن يخدم أمته بصورة عامة، مصالح أمته، أهداف أمته. هو سفير. طبعا بالنهاية، وقلت لك يعني لا يعمل على اليوميات، يعمل على الاستراتيجية. ممكن تخبرنا دكتور عن مشاريعك الحالية، شو في عندك هلا؟ والله أنا في عندي كتاب، أنا يعني خرجت من حوالي 6-7 سنوات، وكل سنة أعود مرة أو مرتين إلى سوريا، وفي كل مرة أعود أطبع كتابا. في عندي كتاب الآن أمل أن يصدر في هذا العام، هذا من المشاريع، وبالإضافة للمتابعة ما يصدر بحدود المستطاع. يعني نعم، مجموعة يعني من الكتب كانت لحضرتك يعني دكتور. أيضا
شهدت المحافل الثقافية فعاليات عديدة، وكان لل 2018 سنة السابقة بانوراما رهيبة من المعارض، من أيضا معرض الكتاب يلي تصدر طبعاً. كان بالخط العريض خلينا نقول قديش مهم تطوير وهذه الفعاليات في ظل الحرب نحن وأيضا ما بعد الحرب عام 2019. يا سيدتي أنا كان يعني أصدقائي لي في الجزائر وتونس والمغرب يسألون يعني أنتم تطبعون كتب حتى الآن؟ نعم. يعتقدون أن الأحداث التي مرت بها سوريا وهي أثرت على الثقافة أنه أثرت وقضت على شيء، قلت لهم لا إطلاقا، وزارة الثقافة حسب ما علمت الآن أنها أصدرت أكثر من 250 كتابا العام الماضي، وكل عام في إصدارات كثيرة جدا كتاب ينشرون ولم تتوقف الحياة إطلاقا. أكيد هم يعرفون تفاصيل حياة في سوريا يستغربون، لأنه أحيانا الإعلام يشوش ويعطي صورة غير دقيقة، أما الحركة الثقافية فهي إلى حد كبير لا زالت ناشطة ولا زالت بخير. بنتشكرك كثير لك لوجودك معنا الدكتور عادل فرجات، ولا لو من الروح أكيد حنروح لموجز الأخبار، ولكن نتمنى أن يكون لنا لقاءات تانية. والله أرحب بذلك. أكيد شكرا كثير لحضرتك دكتور عادل الفريج.